هي المعلم الأبرز والأهم لمحافظة إسكندرية، أيقونة المحافظة قلعة قايتباي، اللي بتشهد زي ما تابعنا في التطوير في التقرير، بتشهد يعني مشروعات طموحة جدا لتطوير منطقة قايتباي وقلعة قايتباي. هنتعرف على تفاصيل أكتر حول هذه المشروعات مع الأستاذ محمد متولي، مدير عام آثار إسكندرية. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل يا أستاذ محمد أستاذ هبة. يعني زي ما تابعنا في التقرير أستاذ محمد، مشروعات طموحة جدا لتطوير قلعة قايتباي، أربع أو أكثر من أربع مشروعات. واسمح لي أبدأ مع حضرتك بمشروع الصوت والضوء، لأول مرة هيكون في صوت وضوء داخل قلعة قايتباي، بتحكي مسيرة المحافظة وتاريخ والمحطات المهمة لمحافظة اسكندرية. فعلا سنين طويلة بنتطلع أن المشروع ده يتعمل على أرض اسكندرية، ان اسكندريه طبعا تستحق وتستاهل. واحنا كاثريين طبعا كنا بنطلع على اول مشروع اتنفذ كان 1972 في معابد الكرنك، كان قبل في تجربه سنه 61 في منطقه الاهرامات، لكن احنا الحمد لله بقى يعني بنبدا بننفذ المشروع الخاص، اول مشروع في اسكندريه، وهو اول مشروع ايضا في منطقه تتبع قطاع الاثار الاسلامي، منطقه اثار اسلامي يعني موجوده في مصر كلها اللي هتبقى في قلعه قايتباي. ده هيبدا امتى يا فندم؟ يعني هيبدا تنفيذ مشروع صوت الضوء امتى؟ دكتور مصطفى وزير الامين العام لمجلس الاثار يعني اعطى تعليمات واعلن انه ان شاء الله هيبقى في النص الاول من 2024. طب ده بشرة خير، يعني احنا متشوقين جدا ان احنا نعرف ايه باقي المشروعات والجداول الزمنيه الخاصه بيها، وازاي قلعه قايتباي بالمساحه اللي حواليها في جزء منها طبعا تجاري، كل ده هيتم تخطيطه ازاي، وهيكون المكان بشكل عام في الاخر نتيجته ايه؟ هي مجموعه مشاريع بتعمل في وقت واحد، وطبعا وفق مخطط، وكلها بتكمل بعض، ومفيش اي تعارض، يعني احنا بنعمل الصوت والضوء مفيش اي تعارض مع بقيه المشاريع. مش هتتقفل المنطقه؟ لا لا خالص، ما عندناش اغلاق تماما، احنا كمان شغالين من جمعه وسبت وعطلات رسميه، مش بس لاستقبال الزائرين، احنا كمان شغالين في المشاريع عشان ننجزها ان شاء الله كلها في 2024. هي مشاريع كلها بتكمل بعض، يعني مثلا لما بنتكلم على المشروع بتاع الصوت والضوء، ودي في اول تجربه موجوده عندنا بالنسبه لاسكندريه. طبعا دي ضمن الاستراتيجيه اللي اعلنتها وزاره السياحه والاثار في نوفمبر 2023 لتحسين التجربه السياحيه للزائرين كاحد محاور الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه السياحيه. طبعا مشروع الصوت والضوء طبعا هيكمل المنظومه بتاعتنا بقى، وعشان خاطر كمان يتعرض مشروع الصوت والضوء على الجدار الخاص بالواجهه بتاعه البوج الرئيسي، طبعا كان لازم يتم عمليه ترميم ايضا للواجهه دي، عشان مشروع صوت والضوء اما بيتعرض على الواجهه يبقى متكامل تماما طبعا. وهو ده بقى اللي بنعمله في المشروع الثاني. جميل، ده شيء عظيم جدا، وان شاء الله هيكون مبهر وعرض صوت وضوء مختلف في قلعه قايتباي. كلنا في مصر عارفين القلعة، يعني كلنا عارفين قلعة قايتباي، لكن إزاي ممكن نخلي قلعة قايتباي مقصد سياحي عالمي، يعني يتم التسويق والترويج لقلعة قايتباي بهذه المشروعات والخدمات اللي هتكون متوفرة في محيطها على خريطة السياحة إقليميا وعالميا كمان؟ زي ما حضرتك تفضلت في التقرير، والأربع مشاريع كلها بتكمل بعض. طب المستهدف المشاريع دي إيه؟ المستهدف زيادة دخل المجلس على الاثار عن طريق زياده السياحه اللي موجوده، سواء السياحه المصريين طبعا او العرب او الاجانب. وبالتالي المشاريع دي كلها بتخدم على، يعني مثلا المشروع زي تطوير الحمامات، تبقى حمامات فندقيه طبعا عشان خاطر تليق بالزائر اللي بيجي لقلعه قايتباي، وثلاث حمامات في وقت واحد بتتعمل، والمشروع دخل برضه في حوالي 95% برضه شرفنا على الانتهاء يعني. فكل المشاريع دي بتخدم في الاخر على المستهدف اللي هو زياده الزائر اللي بيشرفنا وبيجي يزور المناطق الاثريه بتاعتنا زي قلعه قايتباي. احنا لما نخلص المشاريع دي كلها بتفتح افق جديده بقى في اعمال الاستثمار، يعني احنا وزاره السياحه والاثار عارضه في جزء كبير جدا من الساحه الخارجيه اللي بتطل على الميه خلف قلعه قايتباي كاستثمار، ككافيتيريات وكاستثمار في ارض المشروع بيتدرس دلوقتي عشان يتعمل مركز للغوص. كل ده بخلاف الاربع مشاريع اللي احنا شغالين فيهم دلوقتي، كل ده ما هو تطوير للخدمات المقدمه للزائرين، تشجيعهم عشان يزوروا القلعه اللي هم فعلا بيزوروها. احنا بنستهدف زياده طبعا، يمكن اكثر من مليون زائر في السنه بيجوا لنا القلعه قايتباي لوحدها، احنا بنستهدف زياده. قلعه قايتباي اللي عمرها النهارده 546 سنه،
ومساحتها اكثر من 4 فدان ونص، ممكن تستوعب عشرات الالاف في الزياره في اليوم الواحد، وهو ده المرجو وهو ده اللي احنا بننفذ المشاريع عشانه طبعا في بالتوازي مع طبعا بنحافظ على الاثر. التكاليف الخاصة بمشروعات التطوير هل بتتم من وزارة الآثار ولا اليونسكو داخلة فيها بشكل أو بآخر باعتبارها معلم سياحي عالمي وليس مصري طبعا فقط؟ كلها تمويل ذاتي من وزارة السياحة والآثار، المادة بتاع الآثار، الأربع مشاريع كلها من وزارة السياحة والآثار، المادة بتاع الآثار طبعا، ودي مشاريع زي ما قلت لحضرتك هي المستهدف تحسين التجربة السياحية وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين باستهداف طبعا عدد أكبر من الزائرين اللي موجودين، أما يلاقوا المشاريع دي كلها شغالة المكان هيبقى ممتع أكثر ما هو ممتع. يعني عمليات الترميم والصيانات الواجبة لإتمام مشروعات التطوير الخاصة بالقلعة إزاي بيتم فيها العنصر البشري المصري وبيتم اختيارهم إزاي؟ كل اللي شغالين هو عنصر بشري مصري طبعا، طبعا كل الاعمال بتتم بناء على موافقه اللجنه الدائمه، وعشان توافق اللجنه الدائمه بيبقى فيه مقايسه وبيبقى كل اللي هيتنفذ معمول يعني بالحرف الواحد، ايه اللي هيتعمل، الحجر ده سليم موجود، الحجر ده هيستبدل، كل شيء موجود، اعمال ترميم الصيانه لاحجار القلعه طبعا بالتزامن طبعا مع الشغل اللي معمول في بقيه المشروعات يعني، وهو ده اللي احنا بننفذه يعني على الارض. حتى سيناريو العرض المدافع دي كلها اتغيرت، تم وضع مدافع تانية حالتها طبعا افضل بكتير، وتم اعمال صيانه ليها المدافع كلها اللي موجوده حتى كجزء من اللاندسكيب، فاحنا شغالين في كل المجالات يعني بالنسبه للقلعه. ده هيخليني اسال حضرتك استاذ محمد، واخد من حضرتك الكلمه الخاصه بسيناريو العرض، السيناريو العرض هيكون مبدع ومختلف وبيستغل كل ركن من اركان القلعه سواء داخل القلعة أو في حرم القلعة من الخارج، إيه الجديد؟ إيه المختلف؟ إزاي هيتم رواية قصة اسكندرية؟ يعني قلعة قايتباي بتختصر مراحل تاريخية كتيرة جدا مرت بيها محافظة الإسكندرية، إيه الجديد والمختلف في سيناريو العرض؟ كتير جدا، يعني إحنا عارفين اسكندرية مدينة كوزموبوليتان عالمية، كل صحيح. بقى كوزموبوليتان، اسكندرية طبعا متنوعة، آثار متنوعة، حضارات طبعا مختلفة اتعاقبت على اسكندرية، يوناني وروماني واسلامي طبعا وعصر حديث، كل ده هيتم تمثيله في الفيلم اللي هيتعرض بعدد من اللغات، في الحقيقة مش عربي بس طبعا، عدد من اللغات على حسب الحجوزات وعلى حسب يعني الحاجز الخاص بالسادة اللي هيتقدموا عشان يدخلوا الحفلات بتاعتنا اللي هتبقى بعد الساعه 8 ومستمره حفله واثنين وثلاثه واربعه على حسب الضغط اللي هيبقى موجود، كل ده بيتمثل داخل، بس هو داخل القلعه وهيتعرض على البرج الرئيسي اللي احنا شايفينه على الشاشه دلوقتي، هو ده الشاشه بتاعتنا اللي هيتعرض عليها الافلام الترويجيه والمشروع بتاع الصوت والضوء. احنا بنشكرك على الاخبار الحلوه دي، والخبر الاهم والابرز اللي حضرتك قلته لنا من شويه انه ان شاء الله خلال الربع الاول من 2024 احنا بنتكلم في الثلاث شهور اللي جايين هيتم افتتاح الصوت والضوء لاول مره بقلعه قايتباي بمحافظه الاسكندريه، طبعا انجاز كبير من اوائل الناس والقنوات القناه الاولى المصريه، نروح على طول استاذ محمد من اول الناس اللي تكون معانا كده على الهواء، نبقى موجودين ان شاء الله القناه الاولى، وصباح الخير يا مصر، متواجدين مع اول عرض للصوت والضوء ان شاء الله بقلعه قايتباي. بنشكرك جدا أستاذ محمد متولي مدير عام آثار اسكندرية.